عايزين يروح مش عشان يتعدى على فكرة، عشان عايزين يروح عشان يشوف المعاناة اللي بيعانيها الناس، يشوف المستشفيات اللي ما فيهاش أكسجين ويروح للناس؟ لا ويبصهم زي ما بيروح كده وبنشوفه هو بيقول فين المدني اللي هنا. لكن والله فعلا ينادر بعيدا عن الهزار، احنا لما طلبنا عبد الفتاح السيسي يروح المستشفيات لان حال المستشفيات يرسل اسوأ خدمة مقدمة في اسوأ وزارة في اسوأ منشآت حكومية هي مستشفيات الدولة. الناس بتخش بتصور اشكال السراير او شكل الاكل او شكل الارض او شكل الحمامات. وانا هحكي لكم على ايه، ما انتوا كلكم عايشين في مصر وشايفين. انا عايزك تخش كده مستشفى حكومي وتتفرج على الحمامات او تتفرج على السراير او تتفرج على العناية المركزة او على العمليات. انا عايز عبد الفتاح السيسي يروح يشوف، يمكن يمكن لما يخش المستشفيات ويلاقي حالها كده يحس على دمه، يحس على دمه ويصعب عليه الشعب الغلبان، ويجيب شوية من فلوس الأصول أو شوية من فلوس أطول مش عارف علم وأكبر نافورة وأكبر مسجد وأكبر كنيسة وأعرض طريق، حطها شوية شوية فلوس كده من اللي انت عمال بتلهفهم وعمال بتصفهم كل يوم وبتحطهم في المشاريع الوهمية، حطهم يا عم في المستشفيات. وأوعدك أوعدك هطلع أقول لك برافو أحسنت، أنا مختلف معاك وشايفك مجرم وظالم، لكن لما تعمل حاجة كويسة تفيد الشعب المصري هقول لك برافو. لكن انت في حتة والناس في حتة تانية، انت ماشي بتصرف على قصورك وعلى جيوبك وعلى عروشك وعلى كروشك، الشعب بيموت بسبب ما فيش اكسجين، الشعب بيموت بسبب ما فيش صحة، مش لاقي يتعلم، ما فيش تعليم، بيموت على الطرق، ما فيش مواصلات. البنات بقت تخاف، والله البنات بقت تخاف تنزل بعد اذان المغرب، مفيش امن ولا امان، بقى في بلطجيه وبقى في سرقه بالاكراه وبقى في اغتصاب وتحرش. مصر في مرتبه متقدمه جدا على مستوى العالم في الحاجات دي، يقول لك امن وامان واهم حاجه الامن والامان اللي احنا عايشينه. انزل انزل شوف الشعب ده، اذا كنت تجرؤ اصلا انك تنزل وتمشي في وسط الشعب. في يوم من الايام كان عندنا رئيس بيمشي كده في وسط الشعب عادي، لكن دلوقتي عندنا جنرال بيحكم محدش في الشعب اصلا عايش عارف هو عايش فين او بيحكم منين.